11 مساء بتوقيت مسقط. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم وهذا حصادنا الإخباري، نبدأه بأبرز العناوين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد فهد بن محمود يترأس وفد السلطنة في القمة العربية 29 في المملكة العربية السعودية. سمو السيد فهد بن محمود لدى وصوله الظهران يؤكد أن السلطنة تعرب عن أملها في أن تسهم قرارات القمة في تحقيق ما تسمو إليه الشعوب العربية من نماء واستقرار. الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تشنان هجمات جوية على مواقع في سوريا، وردود أفعال واسعة النطاق أكثرها مؤيدة للهجوم الجوي. الجيش المصري يقتل 27 مسلحا في سيناء ويعتقل أكثر من 100 آخرين. أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الهام حيدر علي رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية. أعرب